صباح وأهلا وسهلا على القناة. اليوم بدي أخبركم عن الميت اكس. أنا هلأ بشنزان وإجيني فرصة أني أقدر أشوف الميت اكس من هواوي. هيدا التليفون اللي خبرونا عليه بأول السنة بـ 2019 أنه حيكون التليفون طبعاً اللي نقدر نحن نطويه على حاله. لما بنفتحه بيصير مثل التابلت تقريباً 8 إنش، ولما بنسكره 6.6 إنش تليفون طويل مثل تقريباً إذا استعملته الـ P30 Pro تقريباً بنفس الحجم لما يكون مسكر. خليني اخبركم شو هي افكاري على هالتليفون، وخاصه انه ما حيقدروا ينزلوا له هالتليفون مثل ما قالوا بسبتمبر. ان شاء الله حيقدروا ينزلوا قبل ما تخلص 2019. يلا انا طارق، خلينا نشوف شو هي المميزات الخصوصيه على الهواوي ميت اكس. ال2019 هي السنه تاعت التليفونات نقدر نطويهم على حالهم. صرنا بأغسطس هلا بتقريبا اخر السنه، وببقى عنا الا نقدر نشوف الفلكس باي، لانه التليفون للجالكسي فولد والميت اكس نيتو رجعون على الشركه لازم يزبطوهم، لانه كان عندهم مشاكل مع الميكانيزم اللي عليهم. انا هلا بشنزان واجاني الفرصه اني اقدر اشوف التليفون من هواوي اللي اسمه ميت اكس. خلينا نشوف شو هي المميزات الحلوه كثير على هالتليفون. بدنا نتحدث عن المميزات تاعيته، كيف نقدر نفتحه ونسكره، قد ايه وزنه، والشاشه تاعيته اللي بتقلب من 8 انش لما بنفتحها مثل التابلت، ولما بنقلبها ل 6.6 لما بنسكرها مثل التليفون مثل التليفون البي 30 برو. بقلبه لهالتليفون عندنا الكيرنت 980، عندنا 8 جيجا بايت اوف رام، 512 جيجا بايت للستورج، وعندنا 3 كاميرات ورا، ال 40 وايد، وعندنا 16 الترا وايد، و8 تليفوتو حتى نقدر نقرب على الشخص. البطاريه بقلبه لهالتليفون 4500 ملي امب، وبنقدر نشارجها بال 50 وات تشارجر السريع من هواوي. التليفون اللي نحن شفناه اليوم عنده 5G، هذه شغلتين بدنا نعرفه انه حيجي الموديل منه بقلبه 5G. السعر تبعه لما اول شيء قالوا لنا هي ب MWC انه كان مفروض 2200 باوند او تقريبا 2400 دولار، بس ما بعرف اذا السعر حيتغير، خاصه انه هلا اجلوا التليفون لحديد نوفمبر بهالسنه. سو اذا ظهروا بنوفمبر السعر يمكن يغير. البرنامج اللي عاني له التليفون منه اخر شيء، بعضهم عم يشتغلوا عليه. مثل ما قلت لكم انه حينزلوا لها التليفون، كان المفروض ينزلوا بسبتمبر بس اجلوها لنوفمبر لانه لا يقدروا يضبطوا كل السوفت وير. وانا بعتقد اذا عم نفكر مزبوط معقوله لحتى ينزل مع الاي ام يو اي 10 اللي خبرونا عليه الجمعه الماضيه. لما بنطعش التليفون مثل ما بتشوفوا بينطعش بكثير قوي، منه كثير خفيف، منه رقيق، نقدر نطعجه بيسكر مزبوط، ولما بنفتحه بنكبس الزر بتفتحه بتقدر نعمل دغري عادي. البرنامج اللي بيحول بين التابلت والتليفون العادي كثير كثير منيح، رغم انه بطيء شوي بس بضل يمشي مزبوط. الصوت عليه بالسبيكر كتير كتير قوي، عندنا ستيريو سبيكرز من فوق ومن تحت، بس لازم لما نستعمله انه نستعمل نحط الكاميرات لفوق ونقلبه دغري على الجنب حتى نستعمله. لما نتفرج على الفيديو، رغم انه الفيديو شكله كتير منيح على هالشاشه، العلبه بسبب انه العلبه انه التليفون شكله مثل كانه الواحد باي 1 تقريبا مثل العلبه الكارو، ما بتقدر نشوف التليفون الفيديوهات اللي معموله على 16x9 مثل كل التليفون الفيديوهات اللي نحن معموله علينا مثل التليفونات العاديه، بس لما نسكره الفيديو بيمشي مزبوط كتير. التصميم اللي عليه لهالتليفون كتير كتير منيح، بنقدر نفتح ونسكره قد ما بنقدر. انا جربت تقريبا 10-15 مره وفتح وسكر معي مزبوط كتير. لما بتفتحوه على الاخر بيضلوا دغري جالس، ولما بنسكره بيستعملوا مثل كانه تليفون البي 30 برو كتير كتير منيح. الشغله المهمه اللي فينا انه نقدر نستعمله كتير، والتليفون بيمشي مثل العادي لما يكون مسكر، ما ضروري نفتح التليفون مثل الجالكسي فولد حتى نقدر نستعمل التليفون مثل العادي. هيدي الشغله الوحيده اللي ما بعرف ليه عم بيفكروا فيها، انه الديزاين اللي موجود هون انه لما تستعمله بتقدر تستعمله تشتغل فيه مزبوط. اللي فيها هون معناته الشاشه موجوده لبرا ولازم يلاقوا طريقه ليقدروا يحموها. بعد ما قالوا لنا كيف حيعملوا يحموها لهالشاشه وكيف حتضلها تستعمل على، لانه بعد ما في كتير ناس عم بيستعملوها. الشغله اللي نحن شفناها مثل ما قلت لكم اليوم بعد منا اخر شيء، وانا مني اقدر اناطر لنشوف قديش رح يعملوا خاصه مع المعلومات الجديده اللي جايه. الكاميرات الموجوده هون مثل الكاميرات الموجوده على الميت 20 برو، هيدي شغله كتير منيحه، الكاميرات كتير كتير قويه. التصميم الموجود هون فكر فيه احسن من التصميم الثاني اللي شايفينه مثلا بالجالكسي فولد، لانه الجالكسي فولد التليفون بيضل مسكر لما تاخذوه تقيموه من جيبتكم لتستعملوا التليفون مثل العاده، غير انه بدكم بس يعني بتعملوا مكالمه وبتبعتوا وتجيبوا تكست مسج، لازم تفتحوا التليفون لتشوفوا فيديو، لتقدروا تفتحوا اي شيء حدا بيعت لكم شغله ما فيكم تعملوها من الشاشه صغيره. هيدي شغله ما بعرف اذا كثير ناس حينعجبوا فيها، خاصه لما بدكم تدفعوا 2000 دولار عليه. هيدا عم يشرجوا تقريبا شوي زياده عليها بس الشاشه اكبر. وغير هيك لما بتطلعوا تجيبوا تليفون من جيبتكم تقدروا تستعملوها دغري من غير ما تفتحوها، اذا بتفتحوها بتعطيكم شغلات زياده، بس كتليفون بتشتغل دغري من الجيبه وعندها كثير مميزات، بطاريه كبيره، كاميرات كثير منيحه، عندنا كثير ستورج فيها 512 جيجا بايت، عندنا 8 جيجا بايت اوف رام والكيرن 980. كنت بفضل نشوف انه يقدر لما اذا حيأجلوها لهالدرجه بنوفمبر انه ينزلوها بالكيرن الجديده يمكن ال 990. اللي سمعت منهم انه ان شاء الله لما ينزل
التليفون بنوفمبر نقدر نشوف الـ EMUI 10.0 جديد اللي خبرونا عنه الجمعة الماضية. اعملوا لي كومنت تحت قولوا لي شو رأيكم بالميت اكس، هذا التليفون كتير جديد سمعنا عنه بأول السنة وبعدنا ما شايفينه، بس لما كنت بشنزان وجاني الفرصة نقدر شوفه لهالتليفون قلت لازم أعملكم فيديو إنه أفرجيكم شو أفكاري على هالتليفون. التليفون كتير منيح، التصميم كتير حلو، والشغل استعملته بالعينة 10 دقائق 15 دقيقة، شفت كتير مميزات فيه وفي كتير شغلات حلوة فيها وما بقدر انتظر لشوف لحد ما ينزلوه بنوفمبر. يلا عملوا تسجيل، عملوا لايك، وان شاء الله عجبكم بهالفيديو. اذا انتم جديد على القناة اهلا وسهلا، شوفكم ان شاء الله مع الفيديو جديد. يلا مع السلامة.